السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، اليوم سنعرض عليكم الحلقة 11 من برنامج الصمت المنفجر. ضيفتنا لليوم هي الأخت رقية فرحات. السلام عليكم أختي، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. هل عرفتي نفسك على المشاهدين؟ أنا رقية فرحات من تركستان الشرقية وتحديدا من مدينة غلجة. نحن على معرفة بما يحدث من ظلم في وطننا، وأنت أيضا كنت هناك ولكنك الآن هنا، لذا نرجو منك أن تخبرينا عن حياتك باختصار. ممكن. حياتي باختصار هي أننا أسرة واحدة متكونة من 6 أفراد، من أب وأم وبنت واحدة وثلاثة أبناء. عائلتي هي عائلة دينية، أبي حافظ للقرآن، أمي ربة بيت، وإخواني الثلاثة أيضا هم حفظة للقرآن، فوالدي قام بتعليمنا الدين منذ صغرنا. منذ أن بدأت بالوعي وأنا أرى والدي منشغلا بالأمور والفعاليات الدينية، حين كنت في 12 من عمري علمت أن والدي قد سجن وتم تسليمه جثة لنا بسبب ظلم الصين. لم أعي ما حصل كوني صغيرة في ذلك الوقت. كبرت أنا وإخوتي على الدين. اعتقل إخواني سنة 2008. بأي سبب؟ لقد كانوا يتعلمون الدين ويعلمونه ويقيمون الصلاة ويقرؤون القرآن، مما كان ذلك سببا لاعتقالهم. قبل الاعتقال قامت السلطات بتخويفنا وتهديدنا باستمرار، ثم اعتقلوا إخواني الثلاثة سنة 2008 بينما قاموا باعتقالي سنة 2009. سبب اعتقال إخواني هو انشغالهم بالأمور الدينية كما ذكرت سابقا. بعد اعتقالهم منعنا من زيارتهم فلم نرهم رغم ذهابنا إليهم عدة مرات. سنة 2009 اعتقلت أنا مع 16 طالبة بينما كنت في الدار الذي أدرس فيه. أثناء اعتقالنا واجهنا عدة صعوبات. أي كنت تدرسين معهم؟ نعم، كنت أدرس معهم، وفجأة اقتحمتنا السلطات الصينية في إحدى الليالي وأخذونا بواسطة سياراتهم، ثم احتجزونا داخل غرفة ذات إسمنت بارد فارغ لم يتواجد فيها أي شيء حتى الأسرة. وبعد يومين بدأ الاستجواب، وكنت حينها في 16 من عمري. أثناء الاستجواب لم تفارقني نصائح أبي، فقد كان يقول لي بأنهم محتالون وأن إخبارهم بما يريدون أمر سيء ويجب عدم الانصياع إليهم، فهم يأخذون ما يستفيدون ثم يفعلون ما يريدون. لذا لم أجب على أي سؤال من أسئلتهم اللامتناهية، فقد كانوا يسألون باستمرار عن اسمي وعن عائلتي وزملائي ومن رأيت وأفعال إخواني وما إلى ذلك. أثناء ممانعتي عن الإجابة قاموا بتعذيبي بأنواع التعذيب الذي لا يمكن تصوره، فإهانة المرأة واغتصابها هو أمر عادي جدا بالنسبة إليهم، كما أنهم قاموا بتصنيف الأشخاص الذين لم يقروا إلى صف المعاندين، ثم قاموا بتحفيظهم 65 مادة بشكل إجباري. المادة الأولى تتمثل بشكل أساسي في إنكار وجود الله، ولكوننا على يقين بوجود الله لم نستطع إنكاره. ومن أشد أنواع التعذيب التي كانوا يستخدمونها، وخصوصا للأشخاص الذين كانوا يستمرون بعدم التفوه بأي كلمة، هو البيت الكهربائي. لا يمكن لأي إنسان بأن يتصور ذلك البيت الذي يقومون فيه بشتى أنواع التعذيب عن طريق الكهرباء. لا يمكن حتى للأيغر أن يتصوروه مهما حاولوا لعدم رؤيتهم، حتى وإن سمعوا يخيل إليهم وكأنها خرافة لشدة غرابتها وهولها. هؤلاء الصينيون لديهم بيوت كهربائية ومائية تحت الأرض، لمن خصصوا تلك البيوت؟
لأولئك الذين ثبتوا على الدين ونصروه، لأولئك المؤمنين الذين قالوا بأنهم سيحاربون من أجل وطنهم وإن كلف ذلك أرواحهم، يأخذونهم فيعذبونهم حتى يستشهدوا. كما ذكرت قبل قليل، إهانة المرأة واغتصابها هو أمر عادي جدا بالنسبة إليهم. فهؤلاء يقولون لنا بشكل واضح: أنتم لستم ببشر، نحن سنقوم بإبادتكم قريبا. فشينجيانغ هو جزء لا يتجزأ من الصين، هو وطننا إن اعترفتم أو لم تعترفوا، فأنتم سوف تختفون قريبا. ما هدفهم؟ فهم يستطيعون قتلنا إن أرادوا، ولكنهم يستجيبوننا حتى يعتقلوا عددا أكبر من الأويغور. فأنا إن أخبرت عن أحدهم فسيعتقلونه، وإن أخبر أحدهم عن شخص آخر فسيعتقلونه، وهكذا إلى أن يعتقلوا الجميع، لأنهم يريدون أن يبيدوا نسل الأويغور عن طريق الاعتقال. كان والدي رحمه الله يقول أن هؤلاء الصينيون قد خططوا لإبادة الأويغور قبل أكثر من 20 أو 30 سنة، ولكننا أدركنا ذلك بشكل متأخر. كما كان والدي وإخواني يقولون أن أساليب مكر هؤلاء كثيرة، لم أدرك ذلك جيدا في صغري، ولكنني أدركت ذلك بعد أن كبرت ودخلت سجونهم. أدخلوني إلى بيتهم الكهربائي وعذبوني بالكهرباء. هذه الآثار هي الآثار التي نتجت عن طريق التعذيب بالكهرباء، يوجد هنا أيضا ويوجد في جميع أنحاء جسمي. أجلسوك أنت أيضا على الكرسي الكهربائي وعذبوك؟ نعم، أجلسوني على الكرسي الكهربائي وأوصلوا الأسلاك الكهربائية بجسمي كما في الأفلام. إذا تساءلت عن الأسئلة التي يسألونها فأسئلتهم هي: مع من تواصلت؟ مع من درست في دروس الدين؟ من حضر ومن ذهب وما إلى ذلك؟ أي أنت يجب أن تخون وتخبر اسم كل شخص هم يريدونه. فكون سبب اعتقالي هو دراستي للدين والانشغال بأموره بشكل غير قانوني، ما هو إلا قناع وسبب هم اخترعوه. عذبت على مدار سنتين تحت شتى أنواع التعذيب، وإخواني الثلاثة أيضا كانوا قد سجنوا قبلي ولا زالوا فيه. بعد سنتين من دخول السجن قاموا بمحاكمة 2 من إخواني و3 شباب آخرين، أي كانوا 5 شباب، ولكني لا أعرف ذلك جيدا، ولكن عن نفسي هم لم يقوموا بمحاكمتهم، لأن هدفهم هو إبادة الأيغوري بشكل نهائي. قبل تصفيتهم جسديا قاموا بأخذي إليهم بينما يداي ورجلاي مقيدتان، كما كانت توجد سلسلة كبيرة حول عنقي. أخذوني إلى الشباب 5 وأنا صغيرة محاطة بالسلاسل. المكان الذي أخذوني إليه كان في مدينة أورومتشي بجانب المطار كما أذكر. لم يكن هدفهم أن أرى إخواني، بل إظهار قوتهم علي وما يمكن أن يقوموا به، وأنه لا حيلة لي بهم. أي أخذوك إليهم بدون أن يطلقوا سراحك ثم أعادوك. كانوا يلمحون بأني إذا لم أتفوه وأخبرهم بما يريدون فإن مصيري سيكون كمصير أولئك الشباب. بعد أخذي إليهم قتلوا أخواي و3 شباب أمام ناظري، رأيت كل شيء بكلتا عيني. عند إرجاعي إلى السجن بدأوا بالاستجواب بعد أن أخبروني بأنهم يستطيعون فعل ما يشاءون وأنه لا حيلة لي، ثم أخبروني عن طريق وثيقة بأن أخي الثالث قد حكم بالسجن المؤبد. أي الذين قتلوا أمامك هم إخوتك 3 وشابان آخران، بل 2 من إخواني و3 شباب آخرين. أي عند إطلاق الرصاص عليهم رأيت كل ذلك بعينيك. نعم، رأيت ذلك بنفسي. وذنبهم هو أنهم تورطوا في تجزئة الوطن، مشاركتهم بالأمور الدينية وما إلى ذلك من التهم، فقد اتهموهم 10 تهم. أطلقوا الرصاص عليهم ثم أرجعوني إلى السجن. بعد موتهم بفترة لا أذكر كم مدتها بالضبط توفيت والدتي. بعد وفاتها أخذوني إلى البيت لأرى أمي وأنا كحالة السابقة محاطة ومقيدة بسلاسلي. ثم سمعت أن والدتي أيضا ماتت بسبب الصينيين، بحيث كانوا يأخذونها إلى السجن 10 مرات حتى توفيت فيه. أي أن والدتي أيضا توفيت تحت التعذيب الذي عانت منه في السجن. كنت أعيش مآسية في مدينة أورومتشي، ولكن قبل أن أكمل 4 في السجن أخذوني إلى مدينة أقسو بسبب وشاية أحدهم بي بأنه يعرفني وأنه درس معي، لذا أخذوني إليه حتى نواجه بعضنا وجها لوجه. من واجهته كانت امرأتان أكبر مني سنا. عند مقابلتنا
قالت المرأتان بأنهما يعرفانني بينما قلت بأنني لا أعرفهما. ثم قال الصينيون بأنني أعاند وأنكر مرة أخرى، فأدخلوني للسجن المائي الذي في مدينة أقصو. لذا أدخلوني إلى السجن المائي بحجة أنني أستمر بالعناد وأن عذابي كان قليلا. فالضرب عندهم سواء كان بالعصي المتين أو غير ذلك، والركل والاغتصاب جميعها أمر عادي جدا بالنسبة إليهم. لدي آثار الضرب بالعصا هنا وهنا وأنحاء رأسي وجسمي، جميعها موجودة، ولكنها الآن شفيت فأصبحت هكذا. أخبروني بأني لم أفق بعد، لذا يتطلب عليهم بأن يفيقوني فأدخلوني السجن المائي. دخلت السجن في سن 16، أي بعد 4 سنوات، كان عمرك 20 سنة. نعم، إذا تساءلت عن السجن المائي الذي هو أيضا بحد ذاته لا يمكن أن يتصوره إنسان حتى الأيغور، هو أيضا سجن تحت الأرض قد صمم بشكل خاص. توجد فيه أخشاب بطول 40 متر، تحته ماء بالكامل، ويوجد حديد لتعليق الشخص عن طريق يديه بينما يكون جسمه تحت الماء. ثم على حسب مزاجهم يحضرون لنا في الصباح أو المساء خبزا صغيرا نأكله بعد أن يفكوا أيدينا ونحن جالسين على اللوح. لم أكن وحدي في ذلك السجن، كنت أنا وثلاثة شباب. أحد أولئك الشباب مات أثناء التعذيب، فقد كان شابا قد عذب بكثرة، لذا مات لعدم تحمله. أخذوه إلى الخارج وهم يجرون جسده فوق الألواح ممسكين رجليه. لقد كانت الغرفة طويلة جدا قد صممت بشكل خاص، فلم تكن بغرفة صغيرة. لقد كنا نقضي حاجاتنا في ذلك الماء أيضا. بقيت 6 ساعات حين وضعوني في المرة الأولى، ثم 2 أو 3 يوميا ولمدة 6 أشهر. نقلوني إلى مدينة أورومتشي بعد 6 أشهر. ثم بعد إكمالي للسنة الرابعة، نسيت شيئا واحدا. حين كنت في مدينة أورومتشي قبل ذهابي للسجن المائي، أي حين اعتقلت مع 16 طالبا، قاموا برمي 3 فتيات وفتيين للكلاب، وقد كنت من ضمنهم. رمونا ونحن أحياء، كنا 5، 3 بنات وولدين. أحد الأولاد كان بسن 18، أي أكبر مني بسنة واحدة على الأكثر، بينما الآخرون كانوا أصغر مني، أي صبية صغار. لماذا تركونا للكلاب وأطلقوها علينا؟ لأننا لم ننحني لهم ونفعل ما أرادوا. أي أولئك الصبية أيضا لم يجيبوا على أسئلتهم. نعم، هم أيضا كانوا مثلي، لم يقوموا بوشاية أحدهم. أطلقوا الكلاب علينا ونحن جميعا عراه ذكورا وإناثا، فقط سروال صغير كان علينا. بعد إطلاق الكلاب أردت أن أخبر قومي بما فعلته الكلاب لنا. حاولت واجتهدت 10 مرات ولكني لم أستطع نشره لكوني امرأة. كان ذلك هو السبب في صمتي وعدم إعطاء شكايتي إلى الآن. قامت الكلاب بعضي 3 عضات، وقاموا بعض الآخرين أيضا 2 أو 3 عضات. قبل عضنا كنت أقول في نفسي، حتى وإن كنت كلبا فإنك لن تستطيع فعل شيء إلا ما أمرك الله به. إن كان الله هو الآمر فإنك سوف تأكلنا وتقضي علينا. كما أنني أوصيت زملائي بعدم الخوف من الكلاب، ولكن إحدى الفتيات الصغيرات قد ماتت إثر انفجار قلبها من شدة الخوف والفزع. استمررت بنصح زملائي كوني أكبرهم بقول، لا تخافوا يا إخوتي، فلن يحدث إلا ما أمره الله. فإن أمر الكلاب بأكلنا فهي سوف تأكلنا وتقضي علينا، ولن تستطيع أكلنا إذا لم يأمرها الله. عضتني الكلاب 3 عضات، بينما عضت آخر 2 وآخر 3، وهكذا. ثم توقفت الكلاب من تلقاء نفسها وجلست مخرجة ألسنتها الطويلة. كانوا قد أطلقوا 3 كلاب، فضربوهم بالعصي بكل قوة، ولكن الكلاب لم تظهر أي ردة فعل سيئة لنا. لذا غضبوا أكثر وضربوها باستمرار حتى تعبوا، ثم أدخلونا الزنزانة، أي بعد أن ماتت واحدة. نعم، ماتت صاحبتنا أمام أعيننا، فجروها من ساقيها جرا إلى الخارج كما فعلوا سابقا. لا توجد لديهم ذرة رحمة أو شفقة في قلوبهم، سواء نحو الرجال أو النساء. يغتصبون النساء صغيرات كن أو كبيرات، فلا فرق لديهم. حتى الرجال لا يخلون من شتى أنواع التعذيب. لا يعتبروننا من ضمن البشر، أي تعاملون معاملة لم تعامل حتى للحيوانات. نعم،
حتى الحيوانات لا تعامل مثل هذه المعاملة، ولكنهم كما لم يرحموا الحيوانات أيضاً لم يعتبرونا بشرا. فهم يقولون لنا بشكل واضح ومباشر: أنتم لستم ببشر، فنحن سوف نبيدكم عاجلا، نحن سنحكم العالم وسترون ذلك. أنتم لستم ببشر، أنتم تأكلون فقط عندما نعطيكم نحن الخبز لتروا إن كان ربكم سيعطيكم الخبز. فكانوا يتركوننا جوعا بدون إعطائنا أي قطعة خبز لأيام طوال. لست وحدي فقط، فجميع من كانوا معي في السجن قد عذبوا بشتى أنواع التعذيب، من حرمان من الطعام وما إلى ذلك، بينما يعتبر الضرب والذل أمرا عاديا بالنسبة إليهم. هل تمكن 16 الذين دخلوا معك الخروج من السجن باستثناء الذي مات في السجن المائي والتي ماتت بسبب الكلاب؟ لا أعرف بشأن تمكنهم من الخروج أم لا، فأنا قد نقلوني إلى أقصوف ثم إلى أورومتشي، كما أنني كنت قد فقدت ذاكرتي بسبب طول مدة إقامتي في السجن المائي، وأصبحت في حالة لا تعرف شيئا ولا تحس. معاناتي وأحوالي كانت غير معلومة لمن هم خارج السجن، لم يكن يعرف أحد بشأني، فأمي قد ماتت وكذلك والدي وإخواني. ثم حين مرضت بشكل شديد وأصبحت في حالة ميؤوسة منها، قام أحد من كان معي في السجن بطريقة غير معلومة بنقل أخباري لخالتي، فقامت خالتي بجمع 70,000 يوان من الأشخاص لكون حالتها الاقتصادية ضعيفة، فقد قام الصينيون ببيعي لخالتي 70,000 يوان بعد أن يئسوا وفقدوا الأمل مني وأيقنوا بأني سأموت عاجلا أو آجلا. بعد بيعي بدأت رحلة معالجتي وتعالجت بشكل مكثف وشفيت برحمة من الله تعالى، ثم تزوجت وانتقلت إلى أماكن أخرى عن طريق أقربائي. تعالجت وتزوجت ثم انتقلت وفعلت إجراءات جواز السفر. هل خرجت مع عائلتك الحالية؟ أولا ذهب زوجي إلى دبي، فبسبب تأخر إجراءات جواز سفري اقترحت على زوجي بأن يذهب وحده حاليا، وبعد سنة انحلت إجراءات جواز سفري برحمة من الله. تلقيت خبر جواز سفري 12:00 ليلة، ثم استلمته مباشرة في الصباح التالي في مدينة أورومتشي، ثم سافرت مساء نفس اليوم إلى دبي. أي جميع أفراد عائلتك ماتوا تحت أيدي الصينيين؟ نعم، فأنا الوحيدة الباقية من عائلة كاملة. أي أنت الذرية الوحيدة؟ نعم، الذرية الوحيدة. بعد خروجي من وطني وصلني خبر إطلاق النار على أخي الذي كان قد حكم بالسجن المؤبد بعد هروبه من السجن. أهذا الخبر أيضا أكيد؟ نعم أكيد. ليرضى الله عنك أختي، فقد أتيت إلى هنا بكل شجاعة، لقد خرجت لتكوني قدوة، فهل لديك ما تقولين للمشاهدين؟ قولي للمشاهدين رغم أن ما سأقوله يعرفه معظم إخواننا هو أن هناك آية قد أمرنا الله فيها ألا نخاف من أحد سواه. أنا أفهم هذه الآية جيدا رغم عدم كوني عالمة من علماء الدين. ما أود قوله هو أنه إذا كان سيحدث لنا كما يريد ويتأمل أولئك الكفرة، فقد كانت الكلاب ستأكلنا وتقضي علينا، ولكن الكلاب لم تأكلنا ولم تقضي علينا ولم تعضنا سوى عضات قليلة، فقط لكونها كلاب. بسبب رحمة ربي جلست الكلاب مخرجة لسانها رغم تعرضها لضربات قاسية. لدي 4 أبناء عم وابنة عم، لم أتواصل معهم إلا مرتان وأنا في تركيا، ثم لم أستطع التواصل معهم منذ سنتان. في فبراير الماضي وصلني خبر استلام جثة ابن ولد عمي ذو 20 عاما واكتمال 4 أيام لدفنه من صديقة المقربة، ولكن إلى الآن لم يصلني أي خبر حول أبناء وبناء عمومتي. قولي باختصار ما أتمناه من إخوتي هو التوجه إلى الله وحده، وسؤال كل واحد منا نفسه: هل أخاف من الله أم من الصينيين الكافرين؟ شكرا لك أختي، رضي الله عنك. مشاهدينا الأعزاء، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولنلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم في أمان الله.